في منتصف القرن الحادي عشر، شهد المغرب الأقصى تحولاً تاريخياً حاسماً بفعل ظهور نظام سياسي ديني جديد، الإمبراطورية. فقد تزامن بروز الحركة المرابطية مع أول محاولة ناجحة لاحتكار السلطة السياسية والدينية على نطاق واسع. ترجع هذه الطفرة إلى عدة عوامل متضافرة، من بينها الدور الحاسم الذي لعبه عبد الله بن ياسين كمثقف عضوي، وهو ما سنسعى إلى بيانه اليوم. منذ انسلاخه عن الخلافة المشرقية في منتصف القرن الثامن، عرف المغرب الأقصى تنوعا كبيرا، فقد تقاسمت أراضيه مجموعة من الكيانات التي كانت تتبنى عقائد سياسية ودينية متباينة. لم تتغير الأمور كثيرا في القرن العاشر حتى عندما ظهرت أول المشاريع الإمبراطورية في المنطقة على يد الفاطميين والأمويين الذين حاولوا السيطرة على المغرب دون جدوى. ستتغير الأمور تدريجيا في القرن الحادي عشر، خصوصا بسبب انقلاب موازين القوى في العالم الإسلامي، وهو ما يعرف بالنهضة السنية. كانت هذه النهضة في المقام الأول ردة فعل فكرية وسياسية على المد الشيعي في العديد من المناطق. فلترجيح كافة أهل السنة، قام الفقهاء بدور رئيسي ليس فقط عن طريق صياغة الأفكار، بل كذلك عبر الاتصال المباشر بالناس وحثهم على تبني العقائد والممارسات السنية، لا سيما سكان الهوامش كالسلاجقة في الشرق والصنهاجيين في الغرب. كانت مختلف مكونات اتحادية صنهاج البدوية تقطن صحراء المغرب وامتداداتها جنوبا حتى نهري النيجر والسنغال. بسبب قلة المصادر لا نتوفر إلا على معلومات قليلة عن هذه التجمعات كسطحية إسلامهم وفشل كل محاولات توحيدهم وقلة مواردهم، لكن يبدو أن بعض القادة المحليين من ذوي الميول الدينية والطموحات السياسية كانوا يدركون هذه المشاكل البنيوية، لذلك قرروا التوجه إلى الشرق والشمال لإيجاد حلول ناجعة. يقال إن أحد أعيان قبيلة جدال الصنهاجية ذهب إلى الحج لتعميق تكوينه الديني. تزعم إحدى الروايات أن هذا الرجل توقف في القيروان أين التقى بالفقيه أبي عمران الفاسي بين سنتي 1035 و1039، وطلب إليه أن يعين له شخصا قادرا على تعليم قومه مبادئ الإسلام. ولما رأى رجل الدين المالكي المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء ذلك، عين أحد مريديه لمرافقته أو نصحه بالذهاب إلى دار المرابطين المالكية في جنوب المغرب أين سيلبي وكاك بن زلوى طلبه. أما الرواية الثانية فتؤكد أن الزعيم الجدالي توجه مباشرة إلى وكاك. من الواضح إذن أن المصادر تختلف حول هوية الشخصيات التي لعبت الأدوار الرئيسية في هذه القصة، غير أنها تجمع على أن الفقيه الذي تم اختياره لتعليم صنهاجة اسمه عبد الله بن ياسين. لا نعرف الشيء الكثير عن ابن ياسين قبل التحاقه بالصحراء، إلا أنه جزولي الأبي وصنهاجي الأم، تلقى تكوينه في الأندلس. وفي طريق عودته لاحظ أن شمال المغرب مقسم سياسيا وبعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام كما كان يتصورها، لذلك اعتزم على المساهمة في تغيير الأوضاع وتوحيد البلاد. وقد جاءت الفرصة أخيرا عندما رشح لمرافقة الوجيه الجدالي إلى قلب الصحراء. دشن ابن ياسين مشواره الدعوي سنة 1040 تقريبا بتلقين الجداليين مبادئ الإسلام، وقد استطاع استمالة جزء منهم وتعبئتهم لمهاجمة جيرانهم تحت غطاء الجهاد. لكن التزامه الصارم بتطبيق الشريعة في كل مناحي الحياة ونشوب خلافات مع بعض الأعيان المحليين أدي إلى طرده في حدود سنة 1047.
لم تضعف خيبة الأمل هاته طموحات الفقيه المالكي، فقد نجح سريعا في إقناع أفراد من لمتون باتباعه والانعزال في مكان اختلفت المصادر على تحديده. وبفضل تربية روحية قاسية وتدريب عسكري محكم، غدا هؤلاء النواة الأولى لحركة سياسية دينية أطلق عليها اسم المرابطين، أي المخلصين لدعوة الحق، الخاضعين لأحكام الشرع، المقدمين على مجاهدة العدو، كما كان يسمي وجاج أتباعه في المغرب الأقصى. ولتجسيد هذه الروح الجديدة أعلن ابن ياسين الجهاد ما مكنه من توحيد معظم القبائل الصنهاجية تحت اللواء المرابطي بين حوالي 1050 و1053. رغم أنه ولى على رأس الجيش المرابطي يحيى بن عمر ثم أخاه أبا بكر وأطلق عليهما لقب أمير المسلمين، لم يكتفي عبد الله بن ياسين باحتكار الشؤون الدينية والإدارية والمالية، بل كذلك الإشراف على العمليات العسكرية بصفته الإمام. فقد ارتأى بين سنتي 1054 و1056 إحكام القبض على أهم الطرق التجارية عبر الاستيلاء على سجل ماسة وأودغشت. بعد ذلك وجه أنظاره نحو الشمال، حيث تم إخضاع درعا قبل الوصول إلى جبال الأطلس. هنالك أظهر ابن ياسين على أنه ليس فحسب مصلح ديني وقائد عسكري، بل كذلك دبلوماسي محنك، إذ نجح في استقطاب المصامدة سنة 1058، وبذلك تم الاستحواذ على السوس والحوز وانفتحت أبواب الشمال. بعد فرض العقائد والممارسات السنية في المناطق المفتوحة، قرر ابن ياسين مهاجمة إمارة برغواط بصفتها موطن الكفر بامتياز حسب تصوراته. كانت أغلب المعارك في صالح المرابطين، بيد أن أهل تمسنا نصبوا كمينا لزعيم الحركة وقتلوه قرب كريفلا سنة 1059. لم يؤدي غياب عبد الله بن ياسين إلى تفكك الحركة رغم كل المصاعب، فصلابة المشروع الذي وضعه لسيما على الصعيد الفكري مكن المرابطين من مواصلة نجاحاتهم العسكرية والسياسية التي تمخض عنها أول كيان إمبراطوري مغربي.